السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناة كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد التورتة سهلة بزاف، يعني بمكونات اللي عندي متوفرة انا عندي في المنزل، يعني ماشي شي مكونات اللي يعني اللي غالية، ما فيها لا جيلاتين لا حتى شي حاجة. يعني غادي نستعمل هنا كما شفتوا، نبدا بالكيك هو الاول. هاد الكيك غادي نديرو بالعبار ديال 6 المعالق، كيجي بحال جينواز. هنا عندي جوج ديال البيضات، غندير معاهم كيس ديال الفاني و 6 المعالق. المعلقة اللي غتعبروا بها السكر هي اللي غتعبروا بها كلشي، يعني غتبقاو في نفس العبار، يعني تقدروا ديروا 7 المعالق، تقدروا ديروا 8 المعالق، المهم كيبقى نفس العبار ديال المعلقه. غندير 6 المعالق ديال السكر، هنا ما غنخدم لا بالطراب ولا بخلاط، يمكن لكم تخدموها هكا غير في الطراب الكهربائي. هنا عبرت 6 معالق ديال الزيت، هنا عبرت 6 معالق ديال الحليب، دابا غندير 6 معالق ديال الدقيق، وغنضيف جوج اكياس ديال خميرة الحلويات ديال 8 غرام، يعني 16 غرام في المجموع او 14 اللي عندكم. وهنا غنضيف معلقة ديال الشوكولاط الحلو، تقدروا ديروا المر اللي بغيتو، انا ما متوفرش عندي اللي مر، غندير هاد الحلو هذا، ما كيعطيش اللون بزاف وفي نفس الوقت ما كتجيش هكا مره بزاف. صافي دابا غادي نخلط هاد الدقيق مع هاد الخميره وهاد الكاكاو الحلو، نخلطهم مزيان. صافي البلاص خديت هاد المول هذا اللي كي يعني كلشي تقريبا متوفر عنده، غادي دهنوا جناب بالزبده وترشوه بالدقيق، وكديروا الورق ديال الطبخ ضروري من التحت. بالنسبه للورق ديال الطبخ ما كنحتاجوش ندهنو، الا كان ماركه مزيانه ما كندهنوش، يعني ما بالنسبه للاخوات اللي سولوني في الفيديو اللي قبل ما كندهنش على هذا الورق، هذا عندي مزيان. صافي غادي نفرغ كما شفتوا اللون، خليت انا اللون غير هكا مفتوح، ما بغيتش ندير يعني الكميه كثيره ديال هذا الكاكاو الحلو. صافي البدات، دابا غادي ندخل الكيك ديالي يطيب على 180 درجه، منين طيب ان شاء الله غادي نرجع معكم. بالنسبه للكريمه ضروري تكون في ديرينها في المجمد باش فاش كنطلعوها كطلع لينا مزيان. المهم الوقت اللي تكونوا كطيبوا الكيك ديالكم كديروا العلبه ديال الكريمه ديالكم في المجمد، او شونتي الغبره اللي كديروا، اي حاجه غادي تستعملوها ككريمه كتوضعوها في المجمد الوقت اللي تكون الكيك كطيب. صافي البنات، هذه هي الكيكه من بعد ما طابت كما شفتوا، راه كتجي عاليه. فحيت هذاك الاطار اللي من التحت، وحيت داك الورق ديال الطبخ حتى هو زولته، وخليتها هكا حتى تبرد. ديك الساعه ملي كتبرد كنقدروا نتحكموا فيها اكثر، لان هي كتجي هشيشه بزاف، وكما شفتوا راه كتجي طالعه وخفيفه، يعني جوج بيضات راه كتعطيكم واحد الطورطه اللي هي الكبيبه. بالنسبه للكريمه البنات، غنحتاج واحد 200 ملي من الكريمه السائله، انا استعملت هذا النوع هذا. غادي نطلعها مزيان، ما نضيف لها حتى شي اضافه لا سكر لا حتى شي حاجه، هي اصلا النكهه ديالها زوينه. فغادي نطلعها ونرجع معاكم. هنا من بعد ما طلعت الكريمه كما شفتوا، غادي نديرها كطبقه. بالنسبه للكيك انا ما غاديش نسقيه، كيجي اصلا هشيش وما عندنا علاش نسقيه. وما بغيتو نتوما ديروا شي سقو هكا، ديروا شويه ديال الحامض، ولا ديروا اكيد الا بغيتو تسقيو هذا النوع هذا غديروا شويه ديال القهوه. المهم بالنسبه اللي درتو فيها الكاكاو غديروا شويه القهوه، خليتوها بيضه غديروا شويه ديال الحامض ولا البرتقال في شويه الماء والسكر، وكديروه كسيرو وكتسقيو. المهم انا ما غنحتاجش نسقيها، هي اصلا قد ما بقات في الثلاجه غادي تجي تبقى هشيشه، وهاد البروده ديال الكريمه كتنديها. صافي وضعت الكريمه في واحد البلاستيك وغتبداو توزعوها. بالنسبه للكريمه راه ما كتطربوهاش بزاف باش ما تطلق لكمش الزبده.
صافي غادي نساويها وغادي ندخلها الثلاجة مدة كافية تقريبا حتى لأربعة السوايع ولا ثلاثة السوايع ولا تبات بالنسبة لي صوبتوها في الليل. وتزيين الاخر ونخليوه حتى للتالي يعني حتى كتبرد. ندخلها كما قلت لكم للثلاجه او المجمد شنو ما بغيتو تخليوها تبرد مزيان، وفاش تبرد ان شاء الله نرجع معكم باش نكملوا لها التزيين ديالها. صافي البنات كما شفتوا هنا من بعد ما بردات لي مزيان غادي ناخذ واحد الكميه، عندي شويه ديال اللوز اللي مقلي هرمشو غادي نديرو كطبقه من الفوق وغادي نوريكم باش غادي نغطي ديك الطبقه ديال اللوز. غادي ناخذ واحد العلبه ديال دانيس بالكراميل وغنضيف له واحد معلقه ديال نيسلي كراميل كيعطيها مذاق يعني باش كيخرج شويه الكراميل مزيان باش يجي باين. غادي نخلطهم مزيان حتى كيولي هكا سائل وغادي نديرو في واحد البلاستيك وغندوزو خطوط فوق من داك اللوز. ما بغيتش نضيف اللوز فوق منه عاد نديرو فوق الكيك لان غادي الطبقه غادي تجي قليله، فانا غنوريكم كيفاش غادي تغطى. كما شفتوا هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الطارطة ديالنا، كتجي بهذا الشكل هذا. تزين دائما زينوا باللي عندكم متوفر واللي كيعجبكم. غادي نقسم لكم واحد المقصو تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل ديالها. ولا البنات الشكل ديالها من الداخل كما شفتوا الكيكه كتجي طالعه، تقدروا تقسموها وديروا الكريمه الوسط الا ما بغيتوش الكريمه كطبقه في الوجه ديال الكيك، تقدروا ديروها تقسموا الكيك على جوج وتعمروها بالكريمه اللي بغيتوهم. هاد الكيك هذا راه ناجح وغادي يعجبكم، تعمروه باش ما بغيتو. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم ونشوفكم في فيديو جديد. بسلام عليكم.